محمد، تحية طيبة لك ولمشاهدينا من يونيو. طبعا في الحقيقة اليوم الخامس على التوالي تدخل بيقار باحتصامها أمام مبنى الطاقة الحرارية وسط المدينة. يعني لغاية هذه اللحظة المعتصمين غير راضين عن أداء أو اجتماع مجلس الوزراء اليوم وعن موضوع إنشاء محطات جديدة. اليوم المتظاهرين أكدوا يعني قبل لحظات أنهم مستمرين في اعتصامهم في المحافظة، وقد يتجدد هذا الاعتصام أو كذلك يعني نقل أو تصعيد الاعتصام إلى أماكن أخرى في المحافظة. مطلبهم هو يعني إنشاء طاقة جديدة في المحافظة بسعة 3000 ميجاوات، كذلك يعني إلغاء الربط بين ذي قار والمنظومة الوطنية. لغاية هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسمي عن هذا الموضوع. يعني هناك مطالب أخرى هي 13 مطلب من قبل المتظاهرين، لكن لغاية هذه اللحظة لم يتم الموافقة عليهم هذه النقاط كافة. يعني قبل لحظات أيضا أكدوا أن الموضوع في يوم الثلاثاء في حال لم يصدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء هذه المحطة في المحافظة سيكون تصعيد على الطريق الدولي الرابط بين بغداد. إذا نور، نحن أمام مهلة جديدة بالنسبة لتظاهرات ذي قار. نعم عدي، بالتأكيد المهلة هي لغاية يوم الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الوزراء. في حال لم يتم الموافقة على إنشاء محطة بسعة 3000 ميجاوات وكذلك النقاط التي ذكرناها سابقا، سوف يتحول الاعتصام من بوابة يعني بوابة الطاقة الحرارية في المحافظة إلى الطريق الدولي لقطع الطريق على يعني عجلات الناقلة للنفط. وها يعني لغاية هذه اللحظة لم تعلن هذه الخطوة بشكل رسمي من قبل المتظاهرين. كذلك الخطوة التي حصلت يوم أمس هي إغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار بشكل رسمي، وإغلاق مجلس محافظة ذي قار ومبنى القوات المقامية، وكذلك مبنى الإدارة المحلية الذي يتواجد به معاوني محافظ ذي قار. طيب، نعم. بشكل سريع، لماذا يعني بعض الأنباء وصلتنا إلى أنه يوم غد سيتم مثلا قطع هذا الطريق الدولي من قبل المحتجين؟ يعني لغاية هذه اللحظة لا توجد أخبار رسمية من قبل المتظاهرين، لكن يوم غد الساعة 6 عصرا سوف تشهد ذي قار حضور كافة الأقضية والنواحي بشيوخ عشائر، يعني كافة عشائر ذي قار سوف تشارك بهذه التظاهرة من أجل إيصال صوتهم إلى رئاسة الوزراء والضغط على الحكومة الاتحادية في بغداد من أجل يعني الإسراع بإنشاء هذه المنظومات. طيب، وإكمال الربط وكذلك كافة يعني طلبات المتظاهرين في المحافظة.